بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة كلية التجارة جامعة عين شمس الفرقة الأولى، نظام الساعات المعتمدة، إن شاء الله هنشرح لكم دلوقتي مادة حقوق الإنسان. مادة حقوق الإنسان السنة دي دي المادة التانية اللي احنا بندرسها لكم. بمشيئة ربنا في مادة حقوق الإنسان اللي هيدرسها الدكتور عزت عبد المحسن سلامة، عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أنا منتدب لتدريس المادة دي بالإضافة لمادة مبادئ القانون في نظام الساعات المعتمدة أو في نظام الكريدت أور. المادة اللي نعرفه فيها أول حاجة المحاضرة الأولى، إيه المقصود بالحق بشكل عام؟ إيه المقصود بالحق بشكل عام؟ فنعرف يعني ايه حق بشكل عام. قلنا الحق هو استئصال او انفراد شخص بميزة او سلطة. الحق بشكل عام، اي حق بشكل عام، هو استئصال او انفراد شخص بميزة او سلطة. الميزة دي بينظمها القانون وبيحميها القانون، وبالتالي لا وجود للحق بدون قانون يحميه، وبالتالي لا وجود للحق بدون قانون يحمي. طيب ايه بقى المقصود بحقوق الانسان؟ عايزين نعرف ايه هي حقوق الانسان. ولك حقوق الانسان دي مجموعة من الحقوق والحريات اللازمة للحياة الحرة والكريمة والآمنة. يبقى ايه حقوق الانسان؟ دي مجموعة من الحقوق والحريات اللازمة للحياة الحرة والكريمة والآمنة، وبالتالي الانسان بدون حقوق الإنسان لن يتمتع لا بحياة حرة ولا بحياة كريمة ولا بحياة آمنة. يبقى حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق والحريات اللازمة. ليه؟ لازمة للحياة الحرة والحياة الكريمة والحياة الآمنة. الحياة الحرة والكريمة والآمنة دي هتعمل إيه؟ هتساعد الفرد في بناء نفسه وتنمية مجتمعه. طيب بحقوق الإنسان أنا هطمئن على نفسي وعلى مالي، يبقى بحقوق الإنسان يطمئن بيها الشخص على نفسه وعلى ماله. نأكد على جزئية مهمة، إن حقوق الإنسان بتمتاز بالعمومية بقى، حقوق الإنسان بتمتاز بالعمومية، ده حق عكس الحق بشكل عام. الحق لوحده، قلنا الحق لوحده بيتسم بالفردية، لأن صاحب الحق لازم يبقى واحد، لكن في حقوق الإنسان بتتسم بالعمومية. يعني إيه العمومية؟ يعني بيتمتع بيها أي إنسان، كل الناس بيتمتع بحقوق الإنسان، كل الناس بغض النظر عن الدين أو النوع أو الأصل أو الجنسية. طيب بكده عرفنا الحق وعرفنا ايه هو حقوق الانسان. نأكد بقى على جزئية مهمة، ان حق الشعب في حقوق الانسان بتتوقف على قوة الشعب، الشعب ده قوي ولا مش قوي، وقوة الرأي العام في المجتمع. وبالتالي حقوق الانسان ومدى توافرها في الدولة بيتوقف على ايه؟ هل الشعب قوي ولا مش قوي؟ هل الرأي العام قوي ولا مش قوي؟ لو الرأي العام قوي والشعب قوي، ده هيأثر على حقوق والحريات اللي بيتمتع بها الفرد في الدولة. يبقى انا خلي بالك بقى، الحقوق والحريات اللي بتقدمها الدولة لشعبها متوقفة على ايه؟ قوة شعبها وقوة الرأي العام في الدولة. مع الوضع في الاعتبار برضو ان حقوق الانسان مرتبطه بتوفر امكانيات معينه، يعني لو الدوله امكانياتها عاليه هتوفر امكانيات كتيره، هتوفر حقوق انسان كتيره. لو الامكانيات والقدرات اللازمه لتحقيق الحقوق دي موجوده، مفيش دوله هتمنع عن شعبها الحقوق دي. وبالتالي حقوق الانسان بتتوقف على قوه الشعب وقوه الراي العام في الدوله. يعني حسب قوه الشعب وقوه الدوله وقوه الراي في العام في الدوله بتتوقف الحقوق والحريات اللي بتقدمها الدولة لأفرادها. كمان إمكانيات وقدرات الدولة بتأثر على حقوق الإنسان اللي بتقدمها الدولة لأفرادها. برضو مدى تواجد الفكر الإداري المؤمن بضرورة توفر حقوق الإنسان. يعني أنا لو القيادة مؤمنة بضرورة توفر حقوق الإنسان، هتوفر حقوق الإنسان. يبقى في مجموعة من الآليات اللي بتأثر على توفر حقوق الإنسان داخل الدولة. من أهم الآليات دي واحد إيه؟ قوة الشعب نفسه. لو الشعب قوي هيجبر الدولة تحترم حقوق الإنسان، لو الرأي العام قوي هيجبر الدولة تحترم حقوق الإنسان. لو الدولة فيها إمكانيات وقدرات عالية هي ذات نفسها توفر حقوق الإنسان. لو الفكر القيادي في الدولة مؤمن بتوفير هذه الحقوق هيوفرها. طيب بعد نشأة الأمم المتحدة ظهر فكر جديد بيهتم بحقوق الإنسان وبضرورة توفير حقوق الإنسان.
ليه؟ عشان يتحقق التقدم والتطور على المستوى العالمي، وعشان يتحافظ على السلم والأمن الدولي. يبقى لو وفرنا حقوق الإنسان هيتحقق التقدم والتطور على المستوى العالمي، وهيتوفر ويتحقق الحفاظ على السلم والأمن الدولي. بناء عليه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يبقى أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان 1948 ده كان وثيقة دولية لحقوق الإنسان. ولكن هذا الإعلان العالمي اللي هو صدر 1948 لم يكن ملزم للدول. ليه؟ لأنه جاء على شكل توصيات ينبغي على الدول الاسترشاد بها، يعني ممكن الدولة تعمل بيها أو ما تعملش بيها. طيب حقوق الإنسان مهمة ليه؟ قال لك لأن إحنا لو اهتمنا بحقوق الإنسان هنستفيد من الكفاءات المتواجدة على مستوى جميع الدول، وبالتالي هتطور المجتمع الدولي وتحافظ عليه، وده اللي إحنا لاحظينه في كورونا. الدول اللي اهتمت بتوفير حقوق الإنسان بتقدر دلوقتي تلاقي الفكر اللي يخلق لها العلاج اللازم للقضاء على كورونا. ليه؟ لأن اهتمت بتوفير حقوق الإنسان، اهتمت بالعلم، اهتمت بالتعليم، اهتمت بالحاجات دي كلها حقوق إنسان. طيب ايه انواع حقوق الانسان بقى؟ بتتعدد انواع حقوق الانسان، عندنا انواع كثيره من حقوق الانسان. فمنها النوع الاولاني في الحقوق المدنيه والسياسيه. زي ايه؟ حق مدني وحق سياسي. زي حق في الحياه، حق في الامن، حق في المشاركه السياسيه، حق في حريه الراي والتعبير، حق في التجمع، حق في حريه التجمع، حق في التظاهر. وفي حقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية زي حق في العمل وحق في التعليم وحق في الصحة وحق في الزواج وتكوين الأسرة. كل دي حقوق، حقوق مدنية وسياسية، حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. في كمان حقوق بيئية وتنموية، حق إن أنا أعيش في بيئة نظيفة وسليمة وخالية من التلوث. وبرضه حق المجتمع في إنه يتنمى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. من ضمن الحقوق برضه حقوق الإنسان اللي هي الحقوق الرقمية، حق إن تحافظ على حقوقي في المجتمع الرقمي، تحافظ على خصوصياتي في المجتمع الرقمي. في حاجات كتيرة لازم إن إيه بتتعددها وبتمتد ليها حقوق الإنسان. إيه مصادر حقوق الإنسان؟ تستمد حقوق الإنسان قوتها من دستور الدولة. كل دستور الدولة ده بيحدد الحقوق والحريات اللي الدولة بتديها لأفرادها. يبقى أول مصدر من مصادر حقوق الإنسان مين؟ دستور الدولة. وكذلك جميع القوانين واللوائح داخل الدولة. يبقى حسب القوانين واللوائح أنا هنحدد إيه الحقوق والحريات اللي بتمنحها للأفراد في الدولة. برضو العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد 1966، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية ده 1976. العهد الدولي الأول للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهدين دول أصبحوا ملزمين، وبالتالي أصبحت الحقوق في العهد الأول والثاني، العهد الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صدر 1966، والعهد الثاني صدر 1976، ملزمين للدول. طب إيه العقوبات اللي يمكن أن تفرض على الدول عند عدم توفير حقوق الإنسان؟ المجتمع الدولي وعلى الأخص الدول المتقدمة والمنظمات غير الحكومية بتهتم بحماية حقوق الإنسان، وبتفرض العقوبات على الدول اللي ما بتحترمش حقوق الإنسان، ولكن تنظم سياستها وعلاقتها مع الدول الأخرى على أساس مدى احترامها لحقوق الإنسان. يبقى كل الدول بتنظم سياستها وعلاقتها مع الدول الأخرى حسب احترامها وعدم احترامها لحقوق الإنسان. وكمان ممكن التدخل العسكري حتى تحترم حقوق الإنسان. يبقى في عقوبات على مستوى إيه؟ المجتمع الدولي. العقوبات دي على فكرة ممكن تتوقف منح المعونات، ممكن تبقى عقوبات اقتصادية، الدول اللي ما تحترمش حقوق الإنسان تبقى عقوبات اقتصادية. ممكن تبقى هنا المجتمع الدولي ينبذها، المجتمع الدولي يحاول يفرض قيود عليها، يفرض عقوبات عليها. ايه منظمات المجتمع المدني؟ دي منظمات مدنية حرة بتهدف لتحقيق مصالح الايه المجتمع بتوفير حقوق الإنسان. في الغالب العمل داخل هذه المجتمعات او داخل المجتمع المدني عمل تطوعي. بمنظمات العمل المجتمع المدني دي منظمات خدمية ودي منظمات مدنية حرة هدفها تحقق مصلحة المجتمع وتوفر حقوق الإنسان. لكن للأسف هذه المنظمات أصبحت تستخدم لتحقيق مصالح خارجية او شخصية، مما يؤثر بالسلب على المجتمع نفسه. اللجان الدايمة في المركز القومي لحقوق الإنسان، توجد عدة لجان دائمة داخل المركز القومي لحقوق الإنسان. هذه اللجان هي لجنة الشكاوى، لجنة
الحقوق المدنية والسياسية، لجنة الحقوق الاقتصادية، لجنة الحقوق الاجتماعية، لجنة الحقوق الثقافية، لجنة الشؤون التشريعية، لجنة العلاقات الدولية. ففي لجان كتير على حقوق الايه الانسان في المركز لحقوق الانسان. ندرس الاول بقى ايه هي الحقوق المدنية والسياسية. من اهم الحقوق المدنية والسياسية الحق في تقرير المصير. المقصود بالحق في تقرير مصيره ده حق الشعب في اختيار قياداته وحكامه، والحق في التحرر من الاستعمار وتقرير المصير. يعد هدف ولكنه لا يلزم الدول بسلوك محدد. هذا الحق ليس حقا فرديا وانما حق جماعي. انت حقك ان انت تدير المجتمع اللي انت تعيش فيه، او حقك ان انت تقرر مصيرك او تختار قيادتك. ده حق ايه؟ جماعي، حق للشعب كله. والشعب لا يملك تقرير مصيره، الشعب الذي لا يملك تقرير مصيره لا يقدر افراده على المطالبه باي حق اخر. طالما الشعب ما قدرش يقرر مصيره يختار من يحكمه، مش هيقدر ما يقدرش يطالب باي حق اخر. حق في تقرير المصير يعني حق الشعوب في التحرر والقضاء على الاحتلال والاستعمار، واختيار الانظمه الحاكمه التي تستطيع ان تحقق للشعب ده النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وحق الشعوب في الاستغلال الامثل لمواردها وثرواتها بما يحقق مصالح مجتمعها. الحق ده قائم على ضروره التسويه في الحقوق بين الشعوب، وبان لكل منهم الحق في تقرير المصير. الحق في الحياه لكل الانسان ده من الحقوق السياسيه المدنيه والسياسيه. حقه في المحافظه على جسده، في المحافظه على حياته. لكل الانسان الحق الطبيعي في الحياه، فلا يجوز اي حرمان اي فرد من حياته بشكل تعسفي. فالحق فالحياة وهبها الله للبشر، لا يجوز لأحد أن يسلبها من أي إنسان. ولهذا اتجهت كثير من الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والاتحاد الأوروبي رفض ترشيح تركيا لعضويته لأن قانون داخلي يجيز حساباتي ممكن يتم التواصل من خلالها. ونتقابل في محاضرة قادمة إن شاء الله. خالص تمنياتي للجميع بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.